عقاشة إن هواين وينها تلين يرادا ورضو ذا كريت الدول لاما الدولت أوردن مدحوينها قرنكا جمهورية الصومال لان مدحوين أحمد محمد محمد سيرانيو مدحوين كحيانكا قرنكا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي مروين كوبا إيه أمد مسلم كوردن دمان عالم كتبك مسلمين تا كله يعني ملك السيب جوغان سلام بان قرسين إن دتك مسلمين تاوردن وحنا المسلمين تلينا إلهي عزة شرف ملك السيب جوغان الله سيئو أن وحنا إن شاء الله تعالى كل ما أنت لقى لبد البادقة يا وحوي سنة قوردي ستير يوتلون كمي ورنتي دل كان وهلي نبدا يبر واقدا يود تشكا يود نوراشها ودتك ما أنت وحوي أنا تصيان أو وحوي أنا مير والبكة البادقية أنا هنا أنكر يعني وحوي أنا ساك أرور برا بود دريرني دقمة اللو حيا هنا يأت يعني أرد تعس أيوه كعضو وصو بحدو مركا رنتي وحنا كسوق بجبيني إن إلهي سبحانه وتعالى أنا كعبسنا ويا معايا لمالك الصلاة كوي ما دون إلهي عسيس الإسحاسوسية وواجهوية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بليلي تتكالي النبي الرميو إلهي كعبسنا هندي مننا إلا إنه مسلمين مويان مالك عبسنا إلهي دردارك كسوق بجبين يا وبالله توقع دمان هواينكا يو الربا تدوان ايكا سو قيم قليل مناسبة سجيد يتوم كمي ما تاوي تاي مالين تيح النبضة سومال اللان يكو رستاك يجا اي 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 قاضتي وحان اي اي روسو برنام بحلي ونا ديار ناي انا ان مرنو سجيد يتوم كمي سفي عنا ان ما توصو مناسبة سو قيم قليل وحان لين هاي وحان كنوكا سلامي مدحوينا تلك سومال اللان عبد الرحمن مدحوينا تلك سومال اللان سيريو يبدأ حين أكو حقينك عبد الرحمن سيلعي يمر ويجا قرنك لما وحن لين هاي لعما هاي سقف صدان ومد الصومان لان يود لما الملك السجوغان ذلك قدي سيد بدي سبا وإن لطاقيراك ورستاك الصومان لان يقرن نمضى يمن نمضى الصومان لان انتهاك بعدي ما سبدا ما تاسقون من نوحة ويان سنية لغاتين تركي دون يستاقى قرن نمضى الصومان لان كل شيء والباء مرقوف قفته مرقوف سنية لا تنجارو وحوي وقت كنا رشي سو وقفر فرعوني هاي وقعت ما تدري هاي تاسنا ما أنت دولت إنه وياك موقتا وحقبت كي دافع هاي وخلاص هاي وشو قاعد يدور من وقت يدي ورا قاعد يجري إن شاء الله وحرشين هنا إن سنة كا إن سنة كيس تنبوا هاي نهو قاعد نو بس بس يبر واقع نهو قاعد نو وحكروا أنت هاجر سنة هاي مع ملاهانية شعب هامبا هشيسكي مدحوينه وصوصة هاي دكتة بربرات لغو ريتشي شركة دي بي ويل كاسو لغو هرمرين هاي دكتة ولغو دي سيال عقدان آفر بقولي يلواتن مليون دكتة لغين لي واحد مدحوينها سمالنا لا لانا هاي مدحوينه وانقوقو تاجر سنة هاي وحاسكو هادان دكتة دي لغايانا ريانا صوصة هاي waxa kale oo aan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo guddiga abaarta xun ay ka jirtay degmadeena sidii ay isku garab taageen bulshada degmada Luqayaad intii taalkooga ahay ee waqtiga aad ka ula dagaalameen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa abaalka inaan celinana waxa inagu filan maalinta talada ay gacanteena ku timaado shacabku maalin bay leeyihiin waa maalinta ay codaynayaan ciddii abaal u gasho maalintaas ay u celiyaan shacabka reer Luqayaad waxaan leeyahay inaan garan waayo inaan abaalka celinno magacaygu waa Ismaaciil Jaacar Taroole oo maanta kaga qayb galay xuska 18 kulmay magaalada Luqayaad degmada Luqayaad ee gobolka Awdal waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan gudaha dibadda waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradan aynu maanta u dabaaldegaynay ay dhiinmay taasoo ah tii aynu dib isugu goonisitaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ugu dhawaaqnay dhammaan dadka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan halkan hal kelmada ka odhanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan u hambalyeynayo iyadoo ay tahay waqtigiisii ugu dambeeyay ee uu kursiga ku fadhiyo madaxweyne waa sanad guuradii ugu dambeysay ee ay dhiinmay insha Allah taala aad ku fadhiyo doonto kursiga
adigoo aan ka filanayno in aad doorasho si dimuqraadi ah aad u hirgeliso si dimuqraadi ah aad u wareejiso si gool istaaga jamhuuriyadda Soomaaliland oo horow si qaado oo sidii madaxweynayaashii ka horeeyay adigu aad kursiga oo gala wareegtay adigana lagaala si wareego inagaana isoo hayna ictiraaf ilaahayna waa in ictiraafay shacabka weynaa reer Soomaaliland oo is ictiraafeen waxaanaynu u baahanahay inaynu dimuqraadiyadda si hana qaadno kan waxaan farxad xoog leh 18kii May waa maalintii waxa weeye umada Soomaaliland ay walaalowday ay kala soo maxan noqotay kalsoonidii ay la lahayd Soomaaliya ay ka tashatay danteeda nabadgelyadeeda dhismaheeda dawladnimadeeda waxaan leenahay hambalyo ee kulli waxaan u direynaa salaan madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka xildhibaanada kulli jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay meel kasta ay joogaan hambalyo baan leenahay